إذن فيما تستمر المبادرات بشأن السودان يبقى صوت السلاح الأعلى في الداخل، حيث شن الجيش اليوم غارات جوية على مواقع قوات الدعم السريع شرق الخرطوم وجنوبها. وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة، وشهدت الطائرات الحربية وهي تحلق في سماء العاصمة السودانية. كما تبادل طرفا صراع القصف المدفعية غربي الخرطوم بالقرب من محيط سلاح المدرعات الذي يتبع للجيش السوداني. يأتي هذا بينما يواصل الجيش تنفيذ عمليات التمشيط في الخرطوم في محاولة لإخراج قوات الدعم السريع. أما فيما يتعلق بالانتهاكات التي يشهدها إقليم دارفور، فرصد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجود جثامين 87 شخصا على الأقل من قبيلة المساليت في مقبرة جماعية غرب دارفور في السودان. وحسب المكتب التابع للأمم المتحدة، فإن هناك معلومات بأن قوات الدعم السريع وحلفائها قتلوا هؤلاء الأشخاص ودفنوهم في مقبرة جماعية غرب دارفور. للمزيد ينضم إلي من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب. محمد، أهلا بك معنا. دعني بداية أستطلع منك أبرز التطورات على الصعيد الميداني المسجلة اليوم. تحياتي لك وللمشاهدين. يعني ربما نشط الحراك الدبلوماسي وأيضا نشطت المعارك على الأرض، حيث في صباح اليوم كنا نشهد تحليقا للطيران الحربي للجيش السوداني الذي قام بقصف عدة مواقع في جنوبي وشرق الخرطوم. أيضا أفاد شهود عيان بسماع انفجارات متتالية في منطقة غرب الخرطوم في أحياء العشرة وحي اللاماب الذي يقرب من سلاح المدرعات، وربما بمقاطع الفيديو التي يعني ينشرها الجيش باستمرار تبين عمليات التمشيط الواضحة التي يقوم بها. يعني كان قد أعلن عن هذه العمليات مساعد قائد الجيش ياسر العطبة داد بمدرمان، انطلقت مساء الأمس في بحري. يعني شهدت القوات في مناطق شارع الإنقاذ والحلفاية، أيضا في منطقة الصافية. اليوم قام الجيش بنشر فيديوهات في مناطق في جنوب الصحافة وحي العشرة. هذه المناطق كانت يعني تنتشر فيها قوات الدعم السريع. ربما يبرر يعني عدم مرونة الجيش السوداني في يعني قمة إيجاد التي انعقدت أمس الأول تقدمه على الأرض، لذلك يعني يرى المراقبون أن ربما في قمة دول جوار السودان، يعني حسب البيان الختامي، أن يرى المراقبون أن لا يشترط أن يكون هناك يعني إطار زمني أو جاب بين الفترتين، لأن يعني حسب الخطة التي يعني أعلن عنها أنه سيكون هناك اجتماع في تشاد لنقاش آليات وقف إطلاق النار. ربما الاختراق أيضا الجديد أن يعني القاهرة تسعى لدخول طرفا النزاع لتفاوض مباشر، وهو الأمر الذي لم يحدث في مفاوضات جدة عندما كان التفاوض غير مباشرا. نعم نعم، شكرا جزيلا لك إذن محمد طيب الصحفي السوداني من الخرطوم على هذه الصورة اللي قدمتها لنا لتطورات الأوضاع.